فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان عندي ما يكفيني من المال ولكني أقوم أحيانا بالطلب من بعض ولاة الأمر وبعض التجار لأتزود من الخير في وجوه الخير وفي سبيل الدعوة، فهل في فعلي هذا شيء؟ سبيل الدعوة وأنت ما تقدر تقوم بالدعوة ما يخالف، عمل صالح يكون الأجر لك ولهم. أما أنك تأخذ المال لك وأنت عندك ما يكفيك، تقول هذا سؤال من ولي الأمر، ما في مانع اسأل من ولي الأمر، لكن تسأل من الناس وأنت ما أنت محتاج، هذا لا يجوز. تسأل من الناس وأنت ما أنت محتاج لنفسك، ما يجوز هذا السؤال من غير حاجة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.